بالبداية منقسم الشعر لقسمين، منربط أول جهة بالربطة، مندخل الحشوة بداخلها ومنثبتها بالدبابيس، مناخد الخصلة التانية منلفها على الحشوة ومنثبتها بالدبوس، الخصلة اللي باقية منلفها كمان على الحشوة ومنثبتها بشكل جيد، منثبت الخصلة المستعارة، نرجع منلف الشعر على الحشوة ومنثبته بشكل جيد، مناخد خصلة عن الجنب ومنثبتها بهالشكل بالملاقط، منكرر هالعملية على باقي الخصل. مناخد أول جهة من الغرة منثبتها بهالشكل بالملاقط، ونفس الطريقة للقسم الباقي من الغرة. استعمال الملاقط هو لتثبيت الموديل.